فضل العمرة العمرة لها فضائل كثيرة والحمد لله فمن فضائلها أنها تمحو الذنوب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما رواه مسلم قال الإمام النووي رحمه الله هذا ظاهر في فضيلة العمرة وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين ومن الأحاديث أيضا التي تدل على فضل العمرة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد رواه الإمام الترمذي قال المبارك فوري رحمه الله تعالى قوله فانهما ينفيان الفقر اي يزيلانه قال وهو يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليد والفقر الباطن بحصول غنى القلب قال وقوله قوله في الحديث تابعوا قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن في عمره صلى الله عليه واله وسلم عمره واحده خارجا من مكه كما يفعل كثير من الناس اليوم وانما كانت عمره كلها داخلا الى مكه هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى